لو ما قدرتش اطور المدرب ما قدرتش اطور اللاعب. طب فعندي البرامج اللي هي كلها انا يعني من خلال يعني من خلال الخبرات دي كلها عندي مثلا الاف البرامج اللي من خلالها تديها للمراحل السنيه المختلفه دي هنعملها باذن الله. الحاجه الثانيه ان انا عايز بقى اشوف بقى قطاع الناشئين بدل ما يعمل اختبارات بالالاف كل سنه وتيجي اللعيبه بتيجي من مسافه بعيده بتاع ما بيبقاش فيه طبعا اللعيب ما بيبقاش عنده قدره يتمرن ويجي يتمرن وهو تعبان بيجي مثلا من 5 ساعات من المنيا مثلا. صحيح صحيح. فانا اخلي قطاع الناشئين ده يطلع لعيبه للقطاع الاكاديميه يطلع قطاع بدل ما تدور اجيب لك 200 لاعب كل سنه اجيب لك 200 لاعب جاهزين تاخد منهم هتلاقي بقى لعيبه مؤسسه تاسيس صحيح متمرنه صح طبعا. بالعكس كمان على ملاعب على كل الملاعب دلوقتي اصبحت ملاعب على اعلى مستوى مراكز الشباب اللي موجوده حتى على مستوى مصر اصبحت مراكز الشباب على اعلى مستوى. أيوة أيوة. مفيش حاجه اسمها ملعب سيء كل النادي الاهلي دلوقتي بيعمل في كل الانديه اللي هي يتعامل فيها ارتفيشال تيرف او النجيل الصناعي الملاعب 11 ضد 11 موجوده. زمان كان مثلا بنعمل اكاديميات 5 ضد 5 ده حقيقي. دلوقتي خلاص 11 ضد 11 وملعبين ونادي الاهلي عادي ملعب جاهز يعني نادي الاهلي دلوقتي بيعمل اكاديمياته في اماكن كلها اماكن تستطيع من خلالها تطلع لعيب كويس. السنه دي ان شاء الله وانا يعني يا رب يوفقني ان اقدر اطلع حوالي 200-300 لعيب على مراحل سنيه مختلفه في قطاع الناشئين وكمان الباقي لو قطاع مش عايزهم اقدر كمان انا اسوقهم بره. صحيح. لان اللعيب انت عايز 2-3 صحيح هيسيب الاكاديميه فبدل ما يسيب الاكاديميه او دي انديه اخرى ابيع مثلا او اتصرف او اعير او اي حاجه لان انا عندي دلوقتي ممكن اسجل لاعبين في الاكاديميات. طب عشان الناس تفهم عايزين السن الاكاديميه يبقى بيبدا من 4 لحد 15 سنة من 4 سنين ل 15 سنة لكن اللي عايز يجيب ابنه من 15 ل 20 انا عندي برضه ملعب مخصوص ليهم عايزين اطلع لعيب يمرنه في مكان كويس في مكان نظيف يمكن يروح يلعب في نادي اقدر او ممكن انا اخده انا في النادي الاهلي. صحيح يعني بعدد محدود من 40-50 مثلا في بس كل بس متوفر يعني متوفر حتى بعد الناس بتيجي ناس عايزه حلو قوي يعني جالي النهارده واحد 20 سنه عايز يتمرن في الاكاديميه قلت له 20 سنه قال لي لا يا كابتن انا هتمرن تعلمني وتعال مثلا ما رفضوش لانه بينه وبينك انا عندي برضو المدربين اللي عندهم القدره فانا زي ما بقول لك باختصار شديد جدا ان انا عايز اخلي بجانب الاستثمار يعني استثمار مالي يكون فيه استثمار فني بشري.